نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، خلق الله جل وعلا خلقه، وأهبط آدم عليه السلام إلى الأرض، وجعل الله تعالى حال آدم عليه السلام بعد هبوطه إليها، جعل حاله مع هذه الدنيا أنها مزرعة للدار الآخرة. ولقد جعل الله تعالى في هذه الحياة أياماً وأعواماً يعيش فيها المرء، ثم يحاسب على ما مضى من عمره وساعاته يوم القيامة. ولقد أقسم الله تعالى بهذه الأعمار، وجعلها الله تعالى حجةً على العباد يسألون عن أيامها وساعاتها يوم القيامة. أقسم الله تعالى بالوقت والزمان لعظمته وجلالة قدره، فقال الله تعالى: والفجر وليال عشر. وقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر وخسر. وقال سبحانه: والضحى والليل إذا سجى، إلى غير ذلك من الآيات. وما يقسم الله تعالى بشيء إلا لتعظيمه، ليدل أن مرور الزمان هو حجة لك أو عليك عند الله يوم القيامة. بل إن الله جل وعلا ذكر في كتابه أنه إذا عذب بعض الناس في النار يوم القيامة صارت أعمارهم وأوقاتهم وساعاتهم وأيامهم وسنينهم التي مرت عليهم في الدنيا، صارت هذه حجة عليهم. فقال الله تعالى عنهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فجعل الله تعالى أعمارهم حجة عليهم، كأنه يقول لهم: ألم نعطكم أعماراً وأياماً وساعات وسنين مرت عليكم، كان الأحرى أن تستفيدوا منها، أن تستثمروها في التقرب إلى الله، في عمارة الأرض، في عمل الخير. لكن أعماركم مرت عليكم كربما كما تمر أعمار البهائم عليها، فلم تستفيدوا منها في طاعة، ولم تستفيدوا منها في نفع الناس، ولا في إعمار مجتمعاتكم، ولا في تسجيل بصمة صالحة تشهد لكم يوم القيامة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فجعل كل من يضيع عمره جعله ظالما لنفسه. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الأعمار، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. أولها قال: عن عمره فيما أفناه. أنت استيقظت في الصباح في الساعة الفلانية، ثم نمت في المساء في الساعة الفلانية، هذا الوقت الذي قضيته، قضيته في ماذا؟ هل قضيته في حق تؤديه، أو في عمل تعمله، أو في اكتساب تكتسبه، أو في طاعة، أو في زيارة، أو في نصح، أو قضيته في غير ذلك؟ قال: عن عمره فيما أفناه. إذا شعر المرء أنه سيسأل عن كل لحظة، عن كل ساعة تمر عليه، عندها سيحرص على استثمار وقته. أحياناً أرى بعض الناس في بعض المواطن، إما في طائرة ولا في غير ذلك، ومعه جهازه يلعب ببعض الألعاب، مثلاً لعبة القدم والطائرة وغير ذلك من الألعاب، ويمضي عليه ربما نصف ساعة وهو على هذا الحال. فأقول في نفسي: سبحان الله، هذا سيسأل يوم القيامة عن هذه النصف ساعة، عن عمره فيما أفناه، ماذا سيقول؟ فكيف لو أنه قضاها أيضا في معصية؟ ربما سيسأل كل امرئ عن عمره. ضع هذا في رأسك وأنت تصرف وقتك في أي شيء. قال: يسأل عن عمره فيما أفناه. ثم خص طائفة من العمر هي أهم من غيرها، قال: وعن شبابه فيما أبلاه. والشباب هو قوة بين ضعفين. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء. فتسأل عن هذا الشباب الذي هو في حال قوتك وانطلاقك في الحياة وحيويتك، كيف قضيت شبابك؟ يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه.
كل هذا يتعلق بالوقت، يتعلق بالزمن، يتعلق بالساعات واللحظات التي تمر عليك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وفي رواية قال: وعن جسمه فيما أبلاه. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. ربما يشغل الإنسان فلا يستطيع أن يستفيد من وقته. بعض الناس ربما يبتلى مثلا ببعض الأمراض التي تحتاج منه لقضاء وقت طويل في المستشفى، أو ربما لا يستطيع أن يستفيد من وقته من شدة الآلام والذهاب إلى أنواع من أنواع العلاج الطبيعي وغير ذلك. لكن ما دام أن الله تعالى أعطاك وقتا وعمرا فاستفد منه. قال: اغتنم خمسا قبل خمس: فراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك. كل هذه أمور ينبغي أن تستثمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصحتك قبل سقمك. رواه الإمام الحاكم وصححه. الوقت أيها المسلمون هو عبارة عن حياتك. يقول الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. لو أنك ستعيش 70 سنة أو 80 سنة، معنى ذلك أنك سوف تعيش 10,000 يوم أو 20,000 يوم، فدعها بين يديك، اجعلها بين يديك. كلما مضى يوم وارتفع، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. كأنك مجموعة من الأيام بين يديك، كل يوم تنقص يوما. فانظر في كل يوم يرفع، يرفع ماذا فيه؟ ماذا فيه من عمل؟ ماذا فيه من وظيفة؟ ماذا فيه من ذكر؟ ماذا فيه من تأدية حقوق العباد؟ كل يوم يمضي عليه قبل أن يرتفع بساعاته، انظر بماذا تملأه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم نقص فيه عمري ولم يزدد فيه عملي، نقص فيه عمري ولم يزدد فيه عملي. وقال ابن مسعود أيضا: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا ليس في شيء من أمر دينه ولا أمر دنياه. يعني هكذا رجل جالس ينظر إلى السماء وينظر إلى الغادي والرائح مثلا، كما قال ابن الجوزي، قال: وأمقت أقواما يجلسون على نهر دجلة فارغين ينظرون في الغادين والرائحين. يقول ابن مسعود: إني أمقت، يعني أبغض وأكره أن أرى الرجل هكذا جالسا فارغا سبهللا ليس في شيء من أمر دينه ولا من أمر دنياه. لا هو الذي يصنع شيئا يستفيد منه في آخرته، يسبح ويهلل أو يستغفر أو يقرأ قرآن أو يقرأ كتابا نافعا أو يتعلم علما نافعا، ليس في شيء من أمر دينه، أو يصل رحما أو يبر والدا أو والدة أو يصنع عملا صالحا أو صلاة. قال: ليس في شيء من أمر دينه ولا من أمر دنياه، حتى ليس في شيء من أمر دنياه، جالس هكذا فارغ. ولذلك عمر الإنسان أيها الناس ينبغي أن يحرص على استثمار كل لحظة منه. كان عامر بن قيس من أكثر الناس حرصا على وقته، فخرج مرة من المسجد إلى بيته فلقيه رجل فارغ. هذا الرجل يبحث عن أحد يقف معه هكذا يتحدث معه، فقال هذا الرجل: يا عامر، قف أحدثك. فنظر إليه فعلم أنه ليس مستفتٍ يريد أن يستفتيه في مسألة، وليس رجلا سيتكلم معه في نصيحة، وإنما رجل سيضيع وقته هكذا. قال: قف لأتحدث معك. فنظر إلى الشمس وقال: يا فلان، إن الوقت يمضي والعمر ينقضي والشمس تجري لا تتوقف، يعني الشمس تخرج من الشرق وتغرب في الغرب وهي تسير في السماء، فالوقت يمضي. قال: أمسك الشمس أتحدث معك، يعني امنع الوقت من المسير لأتحدث معك. فعمر الإنسان أيها الإخوة الكرام ينبغي أن ينظر يمضي في ماذا. هل يمضي عليك يوميا ساعة إلى ساعتين أو أكثر في مواقع التواصل الاجتماعي،
ما بين تويتر وفيسبوك وواتساب وسناب شات وغير ذلك، كم يمضي عليك يوميا من الوقت مع هذه الأشياء؟ كم يمضي؟ كم يمضي من الوقت عند المدمنين على هذه الأشياء؟ مدمن 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 فعلا. وتجد أنه حتى لو كان عنده اختبارات في المدرسة يمسك كتابه قليلا لمدة ربما ربع ساعة أو أقل، ثم لا يصبر ويلتفت إلى جهازه ويحمله لينظر ماذا كتب في عدد من وسائل التواصل. هذا نوع من الإدمان، كالشخص الذي يتوب من بعض أنواع المخدرات ثم لا يلبث أن تغلبه نفسه فيرجع إليها. كم يمضي عليك يوميا في وسائل التواصل الاجتماعي؟ وما هي الوسائل المفيدة التي أنت مشترك فيها؟ هل أنت مشترك في بعض المجموعات النافعة التي تعلمك كيف تستقبل أمر حياتك، كيف تتعامل مع حياتك، كيف تنفع المجتمع، كيف تتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تتعلم تفسير القرآن، ما هي السنن التي ينبغي أن تتعلمها في صلاتك؟ هل أنت تقرأ في هذه الأشياء؟ يعني حتى لو كنت تنشغل بوسائل التواصل، ما هو نوع الشغل الذي تشتغل به؟ هذا أمر. الأمر الثاني، كم يمضي من الإنسان في نومه الطويل الذي ربما امتد إلى ساعات ولا يحتاج إليها، والعمر ينقضي عن المرء إن لم يستثمره غاية الاستثمار ضاع عليه. وكان السلف رحمهم الله تعالى الذين صار لهم أثر في الأمة من أول ما يحرصون عليه ويبرزون فيه الحرص على أوقاتهم، وألا تمضي ساعة أو لحظة إلا وقد وضع فيها بصمة نافعة، إلا وضع فيها بصمة نافعة. دخل إبراهيم بن الجراح على أبي يوسف القاضي، وأبو يوسف القاضي كما تعلمون هو من شيوخ مذهب الحنفية، فدخل على أبي يوسف القاضي وإذا أبو يوسف القاضي مريض وقد اشتد به المرض الشديد. فلما دخل وسلم على الشيخ قال له أبو يوسف: يا فلان، ما تقول في مسألة؟ يعني بدل ما تجلس عندي هكذا نستفيد، ما تقول في مسألة؟ قال: وأنت على هذا الحال؟ هم فقهاء لكن وأنت على هذا الحال؟ قال: نعم. ما تقول في مسألة؟ قال: ما هي؟ قال: أيهما أفضل للحاج، أيهما أفضل للحاج، أن يرمي الجمرات راكبا أم ماشيا؟ وكانوا يركبون على إبلهم ويمرون بالجمرات، وربما رمى وهو على بعيره إذا لم يكن هناك زحام. قال: هل يرمي الجمرات راكبا أم ماشيا؟ قال: فقلت: يرميها ماشيا. قال: أخطأت. قلت: يرميها راكبا. قال: أخطأت. قلت: علمني يرحمك الله، علمني. قال: أما ما كان يوقف بعده للدعاء، جمرة الأولى والثانية بعدها دعاء، يقف جانبا ويدعو، أما ما كان يوقف بعده للدعاء فيرميه ماشيا، وأما ما كان لا يوقف بعده للدعاء فإنه يرميها راكبا حتى يكون أعجل في عدم تأخير الناس، يعني وهو يعني بها الجمرة الكبرى. يقول: ثم خرجت من عنده ودخل بعضهم على الإمام الكلوبادي وإذا هو أيضا في مرض شديد، فدخل يعوده فقال له الكلوبادي: يا فلان، ما تقول في مسألة؟ انظر حتى في أمراضهم يحرص على أن لا يمضي الوقت إلا في فائدة. قال: ما تقول في مسألة؟ قال: وأنت على هذا الحال؟ قال: نعم. ندرس لعله ينجو بها ناج، ندرس لعل لا ينفعني يوم القيامة إلا هذه المسألة من الأجر، لعله ينجو بها ناج. قلت: ما هي؟ قال: ما تقول في مسألة الجدات الفاسدة، مسألة في المواريث؟ قال: فأجبته فأخطأت. قال: فجعل يعلمني ويعيدها علي حتى حفظتها. هذا النوع من استثمار الوقت أيها المسلمون ترك لنا تراثا كبيرا من العلم والفقه والفتاوى. هؤلاء أقوام عاشوا كما نعيش،
وربما كانوا يجدون من شدة العيش وشظفه أعظم مما نجد، ولم يكن العلم يتيسر لهم بكتبه ووسائله كما هو اليوم. ومع ذلك انظر كيف كانوا يستثمرون أوقاتهم، حتى كان من نتيجة هذه الأعمار ما نرى اليوم من تراث كبير من العلم الذي تركوه لنا رحمهم الله. ولذلك أيها المسلمون، نحن في هذه الإجازة، سواء كنت طالبا مجازا أو كنت أبا عندك طلاب مجازون عندك أبناء، أو حتى لو كنت موظفا، كل إنسان سيجد أوقات تمر عليه. الطالب ينبغي أن يكون له خطة في استفادته من أوقاته خلال هذه الإجازة، يستفيد في التدرب على وظيفة، على عمل، على مهنة، يستفيد في قراءة شيء، أن يقرأ التفسير كاملا خلال الإجازة مثلا، أو يقرأ شرحا من شروح الأحاديث، أو يقرأ شيئا ينتفع به من كتب الفتاوى، أن يكون له استفادة حقيقية، حتى لو كان ممن يطيل الجلوس أمام مواقع اليوتيوب وغيرها، استفد منها، تعلم لغة جديدة، احضر دروسا علمية فيها ستجد شروحا لكتب العلم وكتب الحديث. لا تضع وقتك يا بني في متابعة أشياء في مقاطع اليوتيوب لا تنفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. استفد من وقتك في أشياء تطور علمك، تقربك من ربك، ترفع من قدرك، تجعلك في مصاف أهل العلم، حتى تستفيد فعلا استفادة تامة. والأب أيها المسلمون ينبغي أن يحرص على أن يستفيد أولاده من أوقاتهم. قل لهم يوميا مثلا أنتم مطالبون بكذا من قراءة كتاب، اقرأ كذا من الصفحات، أو تسمع لي كذا من القرآن، أو تفعل كذا، واجعل لهم من الجوائز، ولا بأس أن تضع ورقة معلقة كل يوم تكتب فيها إنجازاتهم، حتى تعين أولادك على أن يحفظوا وعلى أن يعملوا، لعل الله تعالى أن ينفعك بهذا. ابن القيم رحمه الله تعالى ولد في عام 691 للهجرة، ومن ضمن مشايخه الذين ذكرهم أنه درس عليهم شيخ معبر للرؤى اسمه الشهاب العابر، سموه الشهاب من سرعة تعبيره. هذا إذا نظرت في حياته وجدته توفي عام 699، وابن القيم ولد 91 وهذا توفي في 99، وذكره ابن القيم في كتبه وقال وسمعت شيخنا الشهاب العابر قال كذا، وسمعته قال كذا. متى سمعته؟ وإذا دققت، وإذا هذا الشهاب العابر مات وعمر الإمام ابن القيم 9 سنوات، لكن الفضل بعد الله يرجع إلى والد ابن القيم. كان يأخذ ولده وعمره 6 سنوات 7 سنوات يأخذه معه إلى الدرس ويجلس الولد، استمع شيئا ولعب شيئا، لكنه اكتسب علما وهو في هذا السن. انظر إلى تأثير الآباء. الإمام النووي كان وعمره 10 سنين يحضر في اليوم 12 درسا، بعضها قصيرة وبعضها طويلة، مع أبيه يذهب معه إلى هذه الدروس، حتى صار الإمام النووي ما تقرأ رياض الصالحين في المساجد إلا ويقول لك قال الإمام النووي رحمه الله، إن جئت إلى صحيح مسلم قال لك قال الإمام النووي رحمه الله، إن جئت إلى عدد من الكتب قال لك قال الإمام النووي رحمه الله. وتوفي الإمام النووي وقد ترك هذا التراث العظيم وعمره قريب من 40 سنة، وقد ترك كل التراث العظيم. ولذلك حرص